السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. أي مس لا مش أي مسيو، لأنه اليومين نزل فيديو فبالتالي ما بنصير نحكي أي مسيو، بالعكس لازم نصير شو نحكي ما بعرف صراحة، مش مهم. اليوم الفيديو صراحة شوي بتقدروا تحكوا إنه شوي تحشيش صراحة. صحيت وهيك يعني بس فاتحة البي سي وقاعدة بدور إيش فيه، فأنا قاعدة بدور فتحت على ستيم ولا بعرفش على إيش فتحت، فأنا فاتحة عليه واللي بحكي لي فيه لعبة مجانية، ففتحت عليها واللي هي نازلة بجوز قبل 3 أيام. أوه ماي جاد، أنا راح أصنع الترند إنه اكتشفت لعبة لسه ما حدش بعده لعبها، فبدي افهم قصة هاي اللعبة. ففتحت على يوتيوب قلت اكيد يعني اكيد 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 واحد من الاجانب عامل عنها مراجعة، مستحيل. فتحت واكتشفت هنا نص العالم، شو الكرة الارضية كلها. اللعبة جماعة خيرها لسنتين، بجوز اقدم من سنتين مش عارف. لاست ابديت مش لاست ريليز، مش عارف ايش بحكي، مش عارف شو الفرق بين لاست ابديت واللاست ريليز، بس الفكرة انه اخر ابديت لها من 3 ايام، واللعبة اصلا نازلة من 3 سنين ولا من 3000 سنة. صراحة اللعبة هي سيرفايفل على مود قتال على تخطخ، صراحة كثير حلوة، انا شخصيا عجبتني فقررت اني اجربها بس هيك تجربه مبدئيه وكذا، اذا عجبتنا ممكن نكمل فيها، ما عجبتنا دي. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا انتم مش مشتركين بالقناه، خلونا نحاول نوصل هذا الفيديو ل 200 الف لا 2000 لايك شو مثلا، وخلونا نبلش الجيم. مبدئيا هم حاطين لي شخصيه شب وهذا الاشي كثير زعجني، ما في شخصيه بنت بالموضوع، والله ثلاث شباب يا عنصريين يا معفنين، ايش اللعبه العنصريه هاي؟ اسمها سيره، شو اسم اللعبه سيره؟ حدا عنده اعتراض؟ لا، هاد شعر طويل، هذا كثير عادي، والله كثير حلو، اوه بقدر اغير لون الشعر، نا اوه بينك يا جماعه بينك، هذا تو ماتش ظابط، حواجب، والله تفاصيل، اوه رجل صاحب وقار. مبدأ اللعبة يا جماعة الخير هو سيرفايفل، حننزل على ماب هسه كثير كبير، معنا يمكن 19 شخص بس بالماب. لا 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 ما أعرف بشر، لا 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 يا باشا، لا 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 استنى اصبر يا زلمة يا زلمة هسه جيت يا زلمة هسه جيت، حرام عليك. بدر انرس من هلا، هلا الناس اللي بيكون معي بالسيرفر هم ضدي، يعني أنا المفروض إني أحاول إني أعيش منهم. واو والله يا باشا وضعك زنن، نايس. نايس هير صراحة. هلا أنا بقدر أبني بيت وأعمل بيس لإلي وأقاتل الناس وبقدر أقاتل زومبي، هذا اللي استوعبته صراحة. طيب طب أنا كيف بدي أكسر شجر؟ كيف بدي أبني بيسمنت لإلي؟ أوكي هذا الماب ما بعرف شو لازم أعمل، بس كأنه هاي الإيد الحمراء يعني هون في زومبي، والله أعلم. والله إحساسي حيطلع جيم زبالة ما أنا فاهم إشي باللعبة. هذا الخط اللي تحت اللي هو القلب والأكل والشرب تاعي، بس عموما هي الريت تاعها من أفضل ألعاب السرفايفل ودافع عن حالك. هي بتشبه لعبة راست اتوقع، ولا معيش الحمد لله. طب منين بدي اجمع الموارد؟ منين بدي اجيب الاشياء؟ اتوقع لازم اروح على المدينة والوت، انا وين طيب؟ مش عارفة انا وين، بس هو مبدئيا الجرافيكس فيها كثير حلو. اوكي عجبتني يعني لطيف، بالنسبة انها لعبة مجانية ومعروفة على مدى السنوات ما شاء الله طلعت. في خيم، في مبنى، مرحبا يا عيال، وين الناس هون؟ هذا كافيتيريا مطعم مكسر، شو صاير فيه هون؟ ليش مفيش حياة بالمدينة هاي؟ عرفنا كيف نلوت مبدئيا، مش عارفه شو اللي اخذته صراحه. امو اتوقع ماليش حل غير اني افوت على بيت واحد معين اسرق منه كل شيء، والله ملوتين كل شيء الكلاب. ايش هاي؟ اكل والله اعلم. مطرقه واخيرا، اوكي دولارات، اوكي حبيت. طب الدولارات اتوقع بقدر اشتري فيهم اشياء، اوكي صار في معي عصا جرين، شو بتعمل هاي؟ اتوقع هاي لو امسكها لا 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 شو هذا؟ شو عملت؟ لا هاي بتوقع الاشي اللي لازم ينقذني والله اعلم يا اخي تياسي. بكد nothing found في ناس. اير سبورت اتوقع، شو اسمه؟ باكج. باكج صح؟ اي ثينك انه باكج. هاد باكج ولا 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 طيارات حربية؟ ايش عم بصير معهم الناس؟ بتحاربوا شيت، والله بتخوا على بعض قاعدين. حرب نووية ولا ايش؟ ايش الصوت هذا؟ هذا انا بعرف انه نووي يا جماعة. باشا هدوا هدوا، والله ما في شيء مستاهل. اتوقع هون كمان في مصاري. 149 دولار. اوه سلاح نايس. كسر معي سلاح جاب. شوف هسا واحد كلب يقرب علي. ليتس جو بيبي. ماني ماني ماني. 7 دولار. شو هذا؟ بتاع البيسس. اوه ماي جاد. لا 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 باشا باشا، لا في هري
رجال الاليين. بتعرفني انا وين راس بند؟ هاي كانه هي هون. طلع الناس عم تحكي هون بالصيني. شت كيف ما عملت ريلود للسلاح؟ بتعرفوا اني متت بسبب ريلود السلاح غبائي. اوكي ريلود عشان ام الغباء اللي عشته قبل شوي. وين انا راس بند قبل شوي؟ اوكي هناك في مبنى. اوه بقدر اتسلل. طلعوا حبيت. ما في اواعي بهاي اللعبه. بتوقع حد بيت واحد. بقدرش افوت عليه غير بكود. برضه غلط. كأني كل ما ادخل كود بغلط بتدمج. حيجي واحد. سؤال، هلا بس هو يجي بعرف اني فتت على بيته ولا لا؟ باي باي. والله الورد كثير حلو. هلا انتبهت انه في ورد فيه كيوت عشان الشمس طلعت. والله بالنهار كل شيء احلى. والله حلو الشجره. بحكي لي ما بقدر افوت على هاي الكام، ما عندي اكسس. طب ايش هاي اللعبه؟ ما بصير، والله مش عدل. اوكي بقدر اجمع خشب عن طريق اني اضغط على. اوكي انا ليه ما بتبع تعليمات اللعبه؟ ليش بحاول اكتشف بذكائي؟ بحكي لي عشان نقدر نجمع الاغصان. خلص اضغط اي وبتجمع اغصان وبتقدر تبني لك سلاحك الخاص. طب في هاك وهو هذا كمان بيت. طبعا هسه بطلع محصن وبقدرش افوت عليه. قديش صار معي خشب؟ يلا كويس. يخي علي انا يو دونت هاف اكسس. بتوقع مين اللي عامل هيك؟ ممنوع نفوت على البيوت، هن ناس حقيقيين زيهم. في عندي ليفل فوق بقدر الفل. نزلت المي عندي، لازم ادور على مصدر مي. فيلا نايس كول. بتوقع هون حلاقي لوت. لقيت دولارات. حمام، ما شاء الله حمام جميل. اتشيبس. ماي جادنس. ايت. اوكي الاكل عندي 100%. نايس. درون، هذا طير درون بالسماء. بقدر اشوف للناس وينهم. والله صار كثير معي مصاري، بس لو اعرف كيف استخدمهم. منظار ليلي. اوكي حلو. هاي بعرفش ليش بوكس اوف نيلز يوزد فور كرافتنج. بقدر اعمل كرافتنج فيها. يس اكيد، من لعبه سرفايفل ولا دي اس. مش عارف ايش حاستفيد من تنكه البنزين، بس هات هاي. صار معي شي على راسي. حبيت. شايفين كيف اسلوب التقصي والاختفاء؟ والله يخوفي واحد فيكم يكون يعرف اللعبة ويضحك علي وانا قاعدة بلعب فيها زي الاغبياء هيك. لا تقولوا لي رجعت محل ما رسمت قبل شوي. لا تقولوا لي قاعدين قاعدة بلف حوالين حالي. لا وات، كيف لفت حوالين حالي هيك؟ شنطة لتجاو. صار معي شنطة قنابل. هسا صراحة انا مش عارفة ايش بدي اعمل. انا عم بمشي بس هل انا عارف ايش بعمل؟ لا بسبوا بعض بالصيني هدول. في اشي احمر غاد. في دروب. بتوقع انه هذا الاشي الاحمر اللي طالع دروب. جو دروب، بس بتوقع يكون بالدروب اسلحة اسطورية بس. اوف سلاح. حدا عم بتوقع حدا. مام سمع اطلاق نار. في حدا هون. بتوقع انه بالمدينة هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا جماعة الخير. اول فايت. بتوقع حداك اللي هناك. اخي انا ما بعرف ارتداد السلاح لهلا فيها كيف. هداك اللي هو. موت يا كلب. ايش هاد؟ ليش ما ماتش؟ ليه ما مات؟ او شيت نوت جود. واحد الله واحد الله. لا 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 لا، ليه ما مات؟ بعدين ايش نطت كم فو هاي؟ يا الله كل شيء جمعته راح. ايش هاي دراجه؟ يس واو، ما توقعت والله يكون فيها سواقه. حلو ممتاز 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 ممتاز. اوكي بتصير اف بي. واو. ولد حمام. يا اخي انا حطيت راسي براس هاي الالي، صار مرتين مموتني. فيها سبيد نايس. لا ما هو ما بدي ارجع لوت من اول وجديد، بدي مكان اللوت تاعي. يا اخي ليه هيك؟ في شرطة هون، بقدر اروح اشتكي؟ اوكي بتوقع اني الاقي هون اسلحة كويسة. عم الشرطي وينك؟ في واحد. شو هاد؟ بسم الله. باشا بدي اشتكي. طيب. كمان هو راح حمام مرة ثانية يا اخي. بعدين فاضيين كل شيء. بس بتوقع سلاح. بتوقع هاي بتنلبس على الايد. فايتين على المحطة البوليسية ملوتينها كاملة. طالعين مساجين كمان. نفسي اجيب الروبوت الالي واسجه هون، وانا لو اعرف امشي على الماب حياتي بتنحل، بس انا وين اصلا؟ ها عم بتحرك بس مش عارفه وين انا. قسم شرطه كامل فيش فيه ولا سلاح زي البشر. اه
محل اواعي. نايس. انا بجمع وبيجي الاخ باخذهم عني مني. والله ما اجمع مصاري لا والله. كلودس يا اخي، نفسي اعرف كيف البس الكلودس. يوزد فور كرافتنج. هو انا عارف اعمل كرافت عشان اعمل كرافتنج. بيب بيب على بيروت. بيب بيب. هذا الرجل الالي. رجال اليين مبدئيا مش رجل الي. هي الرجال اليين سيطروا على العالم ولا ايش بهاي اللعبه هاي؟ طبعا هسه راح انزل اتهاوش مع الرجال الاليين ولا اعرف ايش قاعد بعمل. انا عارف ليش ما فيش شمع، فيش كرافتنج، فيش اشي. حركة الكونفو الشهيرة تاعته هاي. يي 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 يي. لا 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 باشا باشا. باي باي. والله دعستهم، والله دعسته. ياي. بلا بلا. دعس استواك. اندعس. 6 دولار 6 دولار يا معفن. ايش مالهم والله بالشات مش عارف مولع معهم. اتوقع حني نفسهم هذول الدروبات اللي قتلتهم. عصير بالحمام. وات، مين بحط عصير بالحمام؟ كان في واحد هون بيمشي. هاي واحد. هذا رجل آلي ولا واحد؟ سدس يا متخلف. ويت ويت يا جماعة استنوا، المسدس المتخلف طلع ما فيش فيه طلق. ايت درينك. شوف ايش صار معي. هذا المسدس بده كب زبالة ورا الحمام. طلع باندج. بس بدي ارجع. لا عشان الامان اطلع زنك زلمة اطلع. بتوقع انه مش بني ادم زيه. يا اخي ولا في احلى من الدعس. واخيرا والله البقي حلت لي نص مشاكل حياتي يا جماعه. ليتس جو بيبي. بقدر اطلع للجبل. واو والله كثير محظوظه اني لقيت هذا البقي. واو ما احلى القمر. كثير حلو. او ماي جاد الجليد. اوكي بدي اشوف انا وين، انا وين بحياتي. واخيرا انا السهم الاصفر هسه استوعبت. اوكي بدي اروح على هاي. هذا الاشي الاحمر ما بعرف ايش هو بس انه خلنا نروح عليه. هلو جايز. ليه كتير هالقد معبى اشياء ناس؟ طلعوا قد في ناس اليين معبى 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 اليين. بتوقع انه لازم اشيلهم بايدي عشان يعترفوا اني شلتهم. بتوقع هون في لوت اسطوري. مشكلة اذا نزلت حيشيلوا املي عن ابلع. اشوف ايش في جوا بالسيارة. بدي افوت جوا بالسيارة. توقعت لوت ستوري. كنت عارف كنت عارف كنت عارف حينزل يشيل املي اول ما انزل من السياره. معقول اقدر اقتل كل هدول الاليين انا لحالي؟ في عنده خطط. باشا باشا باشا. ها بقدر اقتلهم بسرعه. يا جيش شو ما بقتلهم جيش. وين البقي؟ اوه ماي جادنس. اوكي اوكي في عندي خطه في عندي خطه. واو خطه فاشله خطه فاشله. الله رتني كلهم وراي. طب انا ايش اكل ايش اشرب ايش اسوي؟ استنى شوي. طب بدي متكت طب بدي دواء طب بدي اي شيء. احاول ارجع افوت على السياره. شت شت محاولات بعد بالفشل. او ماي جادنس
باشا. لا 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 فوت بالسيارة، فوت فوت بالسيارة، والله مفروض فوت على السيارة. لا لا والله المفروض اني فوت على السيارة. صراحة مش عارف ايش اللي عملته بهاي اللعبة، اتوقع اني جبت امي العيد بهاي اللعبة. كل اللي بيعرف يلعب هاي اللعبة دعا علي حرفيا. ما تنسوا يا جماعة الخير اذا عجبكم تحطوا الفيديو تحطوا لايك، واذا حابين تتابعوني على الانستغرام وتشوفوا اجمل اللحظات الغبية اللي بعيشها اللي بشاركها معكم دايما بتلاقوا الانستغرام بالوصف. يلا باي بوم.